أليس في ذلك يعني يا سيد بكير، أليس في ذلك ضرب للقوانين والأعراف الدولية عندما تقدم تركيا على استهداف معارضة سياسية في خارج أراضيها؟ أليس في ذلك انتهاك للقوانين والأعراف الدولية لهذه الدول التي لها سيادتها؟ سيدتي العزيزة، أولا يجب أن نعرف جيدا، هؤلاء ليسوا بمعارضين، المعارضة تستطيع وبكل ماذا هم إذن؟ ماذا هم سيد بكير إذا لم يكونوا معارضين؟ أن, أن, أن يعملوا أن يعملوا بالمعارضة في داخل تركيا، هناك أحزاب كثيرة وهناك معارضين بالآلاف وجميعهم وكثير منهم استهدف ووضع بالسجون وتم اعتقالهم وتم تكميم أفواههم سيد بكير، أليس كذلك؟ وقتلوا الشعب التركي. لا ابدا، هؤلاء ارهابيين قتلوا الشعب التركي. طيب، واكبر دليل سيد على بكير ذلك خلال بعرف من تم تصنيفهم ارهابيين، 250 شخص قصفوهم بالطائرات والدبابات والمدرعات، هؤلاء قصفوا المدنيين، هؤلاء قتل ارهابيين. سيد بكير، هل لك ان تستمع الى سؤالي وتجبني عليه لو سمحت؟ في تركيا يعني ارجو منك ان تستمع الى سؤالي حتى تفضلي. نتمكن من الوصول الى حوار بناء خلال هذا النقاش. سؤالي، بعرف من اعتبرت المعارضه التي تم اعتقالها في الجزائر ارهابيين؟ من صنفهم ارهابيين؟ سيدتي العزيزة، أقول هؤلاء الذين في المحاولة الانقلابية الذي ضاح ضحيته 250 شخص وجرح أكثر من 500 شخص، هؤلاء استعملوا السلاح، استعملوا الطائرات، استعملوا المدرعات، استعملوا الدبابات في قتل المدنيين، قتلوا المدنيين من الأتراك واستمرت حوالي 24 ساعة، هؤلاء مطلوبين للعدالة ليست الآن، منذ فترة طويلة. نعم، بعد إلقاء القبض عليهم لابد أن يكون تنسيق في الدول المتواجدة فيها هؤلاء، بدون تنسيق غير ممكن أن تكون هناك إحضارهم بطائرة وبشكل رسمي. طيب، ولكن هذه الدول تسلم هؤلاء، نعم، لأن تركيا تثبت لهم بأنهم هؤلاء. سيد بشار، ما رأيك؟ استمعت إلى ما ذكر.